الاكل مين اللي ماسك الدنيا هنا؟ انا اسف جدا انا ما جيتش جنبها. باشا هو اللي بيكسب مهدور حقه. بقول لك ايه، هخليهم يعملوا لي دلوقتي اكبر برجر في مصر. انا عايز سندوتش مش موجود في المنيو. هقول لك مكوناته، انا حاسس كده ان انا بتقل عليهم. يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ ايوه هاكله ازاي؟ هارديز بيفتحوا فرع جديد هنا في امريكانا بلازا التجمع الخامس وعزموني. بتعمل ايه في اليوم يعني؟ انا جاي انبسط بصراحه. هما عزموني قالوا لي تعالى تاكل ببلاش. ايه اسمك ايه؟ انا اسمي استوديوهات شد الحب. فقلت لازم اجي اشوف الحوار ده، فخلصت شغل في الورشه ويلا بينا نلحق الاكل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ النجمة طلع من الفن. حبيت نفسي مشكلة. حبيبي والله ايه رأيك في الاوت؟ ايه رأيك في الاوت يا زوز؟ حبيبي حبيبي حبيبي. الحق. تعالى يا عم. ايه يا عم؟ بقول لك ايه، يا العجلة هتشتغل امتى؟ لسه والله ما اول ما اعرف اقول لك. على السلام عليكم. العجله هتشتغل امتى؟ زي ما هو قال الاكل شويه. عايز شوية. اي حاجه هدخل انا انقنق في كل فرايز على ما تخلص. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ مين اللي ماسك الدنيا هنا؟ قلنا بس عايزين واحد كل فرايز نحل بس بيه. ماشي. انا واقف هنا اهو. يا نهار ابيض والله ملوش لزوم والله. يا نهار ابيض بتحرجوني كده يا جماعه. شكرا جدا. بقول لك ايه والنبي، انا طالب واحد كل فرايز. شوفوا لي اتاخر لان انا واقف بقى لي 5 دقايق. ماشي ماشي شكرا. اعطني وش عندك يلا جول. مع صوص الشيدر بتبقى احسن. ها ثواني، ممكن بس صوص الشيدر؟ يلا هتخلص. شكرا جدا، معلش تعبتكم معايا. ايه الاخبار؟ ايه اللي بيحصل؟ انتوا بتتكلموا عليا؟ هما بيقولوا ايه؟ ده عادي المفروض تبقى بره. انت بعت لي والله انا لقيتها جوه. والله لقيتها جوه. اعمل عبيط اعمل عبيط. والله انا لقيتها هنا. والله انا اسف جدا انا ما جيتش جنبها. نعم نعم. بتحرج انا قدام الجنس الاخر. هم يا جبري الموضوع عايز كولا. تعال نبلع. السلام عليكم. اوكي انا حاسس كده ان انا بتقل عليكم. لا لا يا باشا والله. ليه بقى 45؟ ليه؟ لو حطيت لك الور غاوي ايه؟ هتطير. لكن لما تعملها كده اهو ادي بقى كده. دي 45 كده؟ كمان سنه كمان. الله الله الله. امال ايه؟ دي ما فردتش فعلا ومليتها على الاخر. عايزين بقى نجرب عاملين سندوتش جديد كده نجربه، بس نطلع نشوف الويل الاول هتلف امتى. النبي يا الويل دي قدامها كتير. انا على لحم بطني قاعد مستني عايز اكسب. 5 دقايق. الو السلام عليكم. ولا بس معلش انا رقصت كتير قوي وتعبت وجعت. كنت سامع ان انت عملت سندوتش جديد. عشان راسك هو ال واحد عايز تشيكن ولا برجر؟ احسن حاجه التشيكن. بس بقول لك ايه، سبايسي. هو سبايسي يا جدعان؟ ما فيري سبايسي. انا قد التحدي. ايه بتعمل ايه في اليوم يعني؟ انا جاي انبسط بصراحه. هم عزموني قالوا لي تعالى تاكل ببلاش. ايه اسمك ايه؟ انا اسمي استوديوهات شد الحب. انا بقى عايز اكسب ومعايا الراجل ده. الراجل ده جاي من اخر الدنيا عايز يكسب برضه. اقف هنا اول ما تشتغل ناديني. انا داخل اشوف الحوار السبايسي ده. السلام عليكم. السلام. الاوردر بتاعي وصل لكم لو سمحت. طلبت السندوتش الجديد اللي اسمه هو ده التشيكن. شوفوا لي بس والنبي عشان جعان قوي.
هنا؟ هنا انا جنبك في الترابيزة اللي جنبك هنا. اوف بقى انا مستني بقالي دقيقتين اقسم بيه. مساء النور. ايه؟ لا 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 حبيبي والله ربنا يخليك. لو شوية ملح بس وجوانتين عشان بلغص يبقى كتر. حبيبي حبيبي تسلم ايدك. حبيبي ربنا يخليك. بقول لك ايه؟ سبايسي ومش سبايسي وقتلوا التشيكن عشان سبايسي اكتر. ما تريحوا بقى عايزين ناكل. نعم نعم. مش سبايسي ولا حاجه. خش الحمام بس. ليك خصم 30% مع اول طلب من الابلكيشن. استخدم كود هاردس 30. تعالى بيحتفلوا بره. عاملين دوشه ليه؟ مش عارفين نبلع اللقمه. نسيت اجيب الفرايز مع السندوتش. روح انت بقى انا هاكل وجاي لكم. يلا انا هقوم عشان العجله اشتغل كده. العجله اشتغلت. سبت همبرجر قال لي ان انت اشتغلت. ليه قفشات الافلام؟ انا مولود في فيلم اساسا. انا ايمن على الاكل والله عشان اكسب. اسحب اسحب. علاء مرسي كان دكتور في فيلم ايه؟ عندليب الدقي. انا عايز لفتين. انا قلت طبعا معايا حاجه والله كده. هو ايه اللي والله لا اكسب والله لا اكسب. كوكيز ماشي انا عايز احلل. هات ايه؟ اخش اقول لهم كسبت كوكيز؟ السلام عليكم. اقسم بالله لفيت العجله وقالوا لي كسبت كوكيز. لو مش مصدقه اسالي وما اجيبه لك؟ لا مش مصدقه. اتوصي بقى في القطع. شكرا جدا تسلم ايدك ربنا يخليك. كوكيز هو اللي واحده كوكيز. بقول لك ايه؟ خدي دي خليها معاك انا ما كسبتش. ها؟ هي الويل اشتغلت؟ الويل اشتغلت؟ تاني ايه؟ هقول انا واكسب؟ انا عارف الاجابه. خد ضابط كيك شرطته قدامي. كان طلعت زكريا. اوعى وشك. لو سمحت انا عايز اكل الاول. الكوكي التحليه انا عايز اكل. العب تاني. احمد السقا كان شغال ضابط في فيلم ايه؟ المصلحه. هلف تاني. الكسبان مستمر. الكسبان على الويل. اسكت مرتين. ايه بص لا بقى عايز لا انا لازم اكسبها. انا ما اكلش حرام ابدا. انا خدت سوبر. انا كسبت. لو سمحت انا كسبت بكره على الويل بره. كسبت 32 قطعه ناجت. ماشي انا على الترابيزه هنا. انت مش مصدقاني ليه؟ امال في ايه يا عم؟ انا اكذب عليها يعني؟ نسيت اقول لها كسبت معاه تشيز برجر. ايه بقى جو الافراح ده؟ هيصورنا واحنا بناكل؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم الشغله دي؟ اقوم بس اتشيك على الناجت. هو 32 افورت. ها يا باشا هو اللي بيكسب مهدور حقه. ليه يا فندم؟ كسبت 32 قطعه ناجتس. تمام. واقف بقالي بتاع 5 دقايق ولا يا جماعه ولا... 32. شكرا جدا. تعالى ناكل على جنب. ايه؟ انا عندي قناه اسمها استوديوهات شد الحبل. استوديوهات جمع استوديو شد الحبل. ايه ده؟ ارجعه لهم ولا اكل وانا ساكت؟ طب ايه هاكلهم كده؟ بس هنطلب من حد تاني بقى عشان ما ايه؟ ممكن بس صوص عشان بس اعرف اغطس واكل. صوص ايه؟ اي صوص. صوص سانتا فيه كابشيدر. صوص ايه؟ ايوه الكابشيدر. اي حاجه اللي تلاقيه في. انا مش عايز اتعبك. اللي تلاقيه في وشك رش بس غرقهم. حبيبي حبيبي ربنا يخليك شكرا جدا. هو مديني شوكه ليه؟ جامدة بصراحة. أحلى هرديزة في الدنيا حبيبة قلبي. في تعبان في جزمتي. الساعة كام؟ الساعة؟ مش مظبوطة والله. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي بوجي. بوجي؟ ده أنا أقول لك يا نجمة أجمد. حبيبي أدلعك أقول لك إيه؟ طمطم بقى.
يلا بينا يا بسوم ولع الدنيا. المحمول المحمول هيقع. حبيبي يا بسومه تسلم ايدك. ماتريكس عشان قوي. السلام عليكم حبيبي. زاويه 45 بقى. بص انا شكلي افتريت في التلج. يا ميمي استاذ فرعون يا نهار ابيض. اكبر درامر في مصر. بص بص شغال. بقول لك ايه، هخليهم يعملوا لي دلوقتي اكبر برجر في مصر. انا عايز سندوتش مش موجود في المنيو وانا سميته اسم اكبر برجر في مصر. هقول لك مكوناته. هتجيب اكبر بان عندكم، تحط ايه بقى؟ كل الصوصات اللي موجود، كل الصوصات. بعد كده واحده بيف، تشيز، تشيكن، تشيز، بيف. 5 minutes later. تشيز تشيكن، وتيجي بقى ايه، تحط دبل تشيز من فوق خالص، وتقفله ايه بقى بالبن اللي فوق اللي هي البابلز بتاعت المشروبه بتاعتكم دي. تمام. انا جنبك هنا. هو ماله مخضوض ليه؟ ايه المشكله؟ لو تاكل تشيكن على برجر او على برجر. بص خليهم كلهم برجر، بس بقول لك ايه، اغلى برجر عندكم. يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ ولا حاجه. قول لي الله 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 الله. يا نهار ابيض. ممكن بس معلش انا اسف، ممكن جلطات؟ معلش عايز جلطات؟ انت عايز كيس جلطات؟ مبدئيا كده احنا نحطه على الارض. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ مش لاقي له ملكه. في واحد بيطلع على الفيسبوك يقول لك ايه، فين الاكيله؟ انا بدور على الاكيله. اللي هياكل الساندوتش ده في 3 جزء من الثانيه هياخد 150 جنيه وجبه كومبو. كوخ تفتكر اقدر اخلصه؟ تفتكر اقدر اخلص ربعه؟ تفتكر اقدر اخد قطمه كمان؟ حبيبي ايه الاخبار؟ تعال خش معايا. خش معاك مش انت حبيبي ايه الاخبار؟ يا شد الحبل يا جماعه مش ممكن. لا خش معايا في السندوتش يا عم. بس بقول لك ايه، انا قدها. اوعى يلا اوعى يلا اوعى يلا. يرحم والديك. هاخده تيك اواي ونتسرب بقى في البيت فيست فايف. طيب كده يكون الفلوج خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجايه. وبس كده، فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. انا بحبك قوي والله. حبيبي والله حبيبي.